أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن أسئلتكم، بنناقشها مع بعض. نبدأ مع محمد عادل، يقول هل رومان يعتبر من التوب 5 المنفوخين في المجال؟ خلنا ناخذ المصطلح أول شيء من وجهة نظري. رقم 1، لازم يكون في الواجهة أو عنده لقب ما. رقم 2، هل يعرف يصارع في الحلبة؟ رومان رينز عنده ألقاب بس كمصارع، دوره في القصص، التمثيل، الهيبة، غير هذا المبيعات يدل بأن الحبيب مش منفوخ أبدا، حتى لو معاه الألقاب لفترة طويلة. بالعكس أشوفه متطور بشكل كبير، خصوصا يوم انضم مع بول هيمن. الفترة هذه أشوفها فترة جميلة، وقدم شغل خرافي مع جي أوسو، شغله مع سيث رولينز قبل الرويال رامبل، ومعظم المباريات كانت حلوة. لو قدر يقدم مستوى مع واحد يوتيوبر باسم لوغان بول، لو بنفكر فيها منطقيا، الرجل هذا كبزنس بيتم كواجهة عشان يطلعون منه فلوس. لو أنا بدالهم كان خليت سامي زين ياخذ اللقب منه في مونتريال، كان أفضل مكان تسويه. ولكن كقصة، المسيرة، كل هالأمور نحن ملينا منه، لأن تكرار. لو لعب أي مباراة رومان رينز يفوز بالأخير، ونرجع أسبوعيا نسمع يقول اكنولج مي. كشغل تكرار، ولكن ما أشوفه منفوخ. واحد مثل منه يعني، عندك بارن كوربن، حتى في اتحاد ثاني مثل AEW عندك إيثن بيج، أورنج كاسيدي، هولك هوغن. مع كل احترامي يعني، أنا فاهم أن الجمهور كان يحبه بس ما يعرف يصارع. عندنا محمد خالد يقول وين براي وايت؟ في بيته. نعم الحبيب قاعد، يقولون عنده إصابة، وأكون صريح معاك مو متحمس أشوفه في العروض أبدا، لأن مليت من الخزعبلات. كل قصة يدش فيها يكون زفت، لو بيغير الشخصية يمكن. نروح لمساحة إعلانية، بتسوي لي دعاية يعني. يقول تتوقع كيني أوميجا ينضم للWWE في المستقبل؟ هذا أنا أقول الكلام هذا من أيام البودكاست. أنا أشوف كيني أوميجا بينهي مسيرته في الWWE، أما الآن بيتم مع AEW، بيجدد معاهم. أما العقد القادم لو حس عمره خلاص، نفس شينسكي ناكامورا بنشوفها في الWWE. عندنا سؤال من ياكس، يقول من مصارعك المفضل؟ جاوبت على السؤال هذا في فيديو الأسئلة الأخير. اللي حببني في المجال كان كريس جيريكو بعد ما شفت الديبيو، لأنه قبل كنا نشوف عروض قديمة على التلفزيون، ومعظم القنوات كانت محلية مثل قناة السودان، البحرينية، قناة دبي، كانوا يحطون سوالف في الثمانينات. نعم هولك هوغن كنا نشوفه دائما، بعدين يا أبو شرايط في محل اسمه عدنان رئيسي، فقمت أتابع بين فترة وفترة. تدرون كنا نأجر ناخذ يوم ونرجع المحل. يوم طلع جيريكو تعرفون كان في عد تنازلي، سولف مع ذراك، وهني حبيت المجال أكثر، خصوصا حركته وولز أوف جيريكو كنت أسويه على أخوي الصغير، حتى الآن يذلني عليه. بعدين في فترة وقفت لين راسل كينغدم 3، لأن واحد من ربعي كان يتابع نيو جابان، وطرش لي فيديو للمين إيفنت، كان هيروشي تاناهاشي ضد كيجي موتو، وحببتني بالمجال مرة ثانية. فمصارعي المفضل أكيد حتى الآن هو هيروشي تاناهاشي. والآن الأخ مشاري يقول شو رأيك برومان رينز كمصارع بعيد عن المسخرة الحالية؟ يعني شو رأيك بالأداء في الحلبة وكلامه على المايك؟ صراحة سيث حاله صاير يزعل بعد ماكمان شايل عرض رو عكتفه. جاوبت على السؤال هذا، رومان رينز يعجبني كشخصية، برومو، أداء في الحلبة يمكن أول ربع ساعة لأنه يكون ملل، يمسك هيدلوك، يسولف في الكاميرا وبس، بعدين يوم يشتغل حلو بالعكس ويكون قصة في الحلبة. على المايك هم متطور. بالنسبة لسيث أنا دائما أتكلم عنه، أقول نعم لو كونوا لقب عالمي في ماندي نايت رو هو الشخص الأنسب والأساسي اللي لازم ياخذ اللقب ويكمل بشخصية مختلفة عاد، لأن الشخصية الحالية أنا أبدا ما أحبه. نروح لخالد، يقول شنو رأيك بإعادة لقب البيج جولد كحزام ثانوي بعيدا عن ألقاب استاذ رومان؟ أتمنى بعد الدرافت يكونون لقب عالمي في ماندي نايت رو، نفس الشيء ألقاب التاج تيمز يرجعونه للعرض. بس لو بختار حزام قديم أكيد الوينجت أنجل، لا أكيد الوينجت إيجل مو بأنجل، هذاك كيني أوميجا. أتمنى أشوفه في العروض وما يكون ثانوي، يكون اللقب رقم واحد في العرض. عمار عبد الرحمن يقول الله يعطيك العافية وكل عام وانت بخير، بس شوف ملك الحبال ضد المهندس بتكون من عالم آخر. هتدري أخوي عمار هو 7.5 قدم إنش عملاق نيجيري أوماس، ملك الحبال، والمباراة بتكون زفت. أوكي يمكن سيث يقدر يطلع شيء حلو من الولد، بس النتيجة محروقة. مع كل احترامي سيث بيفوز، وأتمنى المستوى يكون أحسن من مباراة ضد بروك لازنر. ونروح لزيس ترو، أوماي،
مو شنديرو. خلنا نشوف السؤال. قول السلام عليكم. عليكم السلام، كل عام وانت بخير. أول شيء، وش موجة أحلامك؟ موجة أحلامي، أنا عندي أمواج أخوي زاسترو، يعني ماكسين هالسوال. قصدك مواجهة. أوكي، مواجهة أحلامي اليانج بوكس ضد الأوسوز. نعم، هذه أتمنى أشوفها قبل ما الحبايب يعتزلون. عندنا محمد يقول مرحبا، حاب أعرف أفضل سنة بالنسبة لك في مشاهدتك لعالم المصارعة. أفضل سنة ما عندي السنة في بالي، بس رسلمانيا 18 فترة جميلة كانت، البيلد أب، الشغلة اللي سووه، كل هالأمور، والكارد كامل كان ملغم، حتى اليس موفمنت مع دانيال براين يوم أخذ اللقبين كنا متحمسين لكل عرض، وغصبا عنهم غيروا المين إيفنت. سنة جميلة كانت، فأنا ما عندي زمن وقت أو تاريخ أشوفها كلحظات. إيه صح، يوم كيني أوميجا فاز بلقب بالآي دبليو جي بي، ونيو جابان كانوا واصلين لليفل آخر، كان في عرض دومينيون. نروح للعزيز الغالي 123 كيد يقول لو كنت مأجل الأسئلة لتاريخ الثاني من ديسمبر عيد الوطني أو يوم الوطني، وأنا قلت الموضوع في فيديو الأخير، بس واحد من الشباب وعدته إذا وصلت 5000 مشترك أن يعمل فيديو أجاوب فيها عن الأسئلة، وزين أن الحبيب بنفسه ما شاف الفيديو هذا، بس شو؟ أنا لازم أكون قد كلمتي. المصارع من WWE تتمنى يروح AEW ونيو جابان وتحس أنه بينجح والعكس. دوف زيغلر في فترة قبل ما يجدد مع WWE كنت أتمنى أشوفه في الجي 1، إيه بيقدم مستوى جميل، شغله حلو، يعني في الحلبة أشوفه واحد من أفضل المصارعين في العالم كسيلينج، هو توب، فتمنيت أشوفه في نيو جابان. الرن صغير هم بعد كنت بستانس. أما لـ AEW تمنيت شاد جيبل، لأنه مو مهتمين فيه، ماخذ دور ثانوي، والآن التركيز على أوتيس وماكسين. أما العكس، ووردلو أشوفه بينجح في الـ WWE، يب بينجح بشكل كبير بعد، بدل ما يتهمش ويخسر اللقب كل شهر. وام جي اف يوما ما بنشوفه موجود. المصارع اللي تحس انه انظلم بدخوله قاعة المشاهير وللحين ما تم تكريمه، استبعد ما نقول اسم الحبيب هذا يا مبارك، انظلم بدخوله ولين الحين ما تكرم، كيف؟ يعني دخل ولا ما دخل؟ اشوف ريم ستيريو المفروض ما يدخل قاعة المشاهير، يعني حتى الان قاعد يقدم مباريات مستوى جميل، حسيتهم توهقوا شوي، تدري؟ قالوا ما عندنا اسم كبير، حد باتيستا مو موجود، يلا مستيريو هول اوف فيم. ما في اسم ثاني في بالي، يعني كوكو بيوير موجود، كان مطيرتشي وشغله جميل جدا، مصارع شاب مظلوم باتحادات المصارعة. اشوف دانتي مارتن، جت له اصابة المسكين، والاصابة كانت شنيعة صراحة، ولا تشوفون الفيديو، الولد هذا مظلوم من وجهة نظري، كان بينجح لو كان موجود في نيو جابان، لأن الفترة هذه ما عنده مسامي كثيرة، وقسم الجونيورز يحتاجون واحد يكون بالأسلوب هذا، وحين بعد خايف عليه، يعني يمكن ما يقدر يسوي نفس الحركات اللي كان يسويها قبل. مصارع الـ NXT اللي لم يتم استغلالهم بشكل صحيح من الاتحاد واختفوا. جوس روبنسون يوم كان سي جي باركر ما استغلوه صح، واحسن شيء سواه انه راح نيو جابان وكون نفسه هناك. قسم السيدات افضل مصارعه في الوقت الحالي اللي تستاهل التركيز بمختلف الاتحادات. جيمي هيتر عندها اللقب بس القصه تعبانه، نفس الشيء في الدبليو دبليو اي، يعني القسم هذا كنا نستمتع فيه. في جوليا من ستاردم تعجبني كثير. عرض المصارعه اللي تتمنى تكون حاضر في كل الاتحادات، اكيد راسلمانيا، حضرت راسل كينغدوم، AEW يمكن اول اوت، مع ان معظم البيبر فيوز يكون حلو جميل، اول ان اوف لو اقدر اروح، صدقون لازم افكر بالموضوع، مع ان التذكره بتكون غاليه، بس حتى لو اقعد فوق السقف، هذا عرض كبير يعني ما يتكرر، اول عرض في بريطانيا، فاول ان القادم لو قبل كان قلت لك تيك اوفر لNXT. اذا قالوا لك تروح رحله بريه، اخر مره كانت بحريه، يلا زين غيرت، وتاخذ واحد من المصارعين والمصارعات مع واحد من المشتركين، منو بتاخذ معاك؟ ايزي ماكسين، مصارع كيني اوميجا، مشتركين انت. افضل نهايه لخساره رومان رينز من وجهه نظرك، ومن اللي يستاهل يهزم رومان من وجهه نظرك؟ استبعد امير المصارعه، انا معاك. المفروض سامي زين في مونتريال بس ما سووه، والفتره القادمه مع البوكينج شكله سولو ساكوا ايه بياخذ منه اللقب. بعد سنين طويله لمتابعه عالم المصارعه، وصفك لهذا العالم المجنون. والله عالم غريب بشكل عام، يعني لو انت مشجع ما تقدر تسولف عنه قدام الناس العاديين اللي ما يتابعون، لان يشوفونها فيك، يشوفونها مسخرة وكذا. صح الان يمكن يتقبلونه اكثر يوم شافوا لوغان بول موجود، في فترة فلويد ماي ويذر،
قدم مباراة مع البيك شو. إذا في أسامي كبيرة ومشاهير موجودين هني بيتابعون وبيقولون أوكي في شيء مختلف، بس مش أقول لك لو ما فيك شغف ما تحب المجال التابعه لأسباب رخيصة ما بتستمتع فيه، خصوصا الآن اللي كم اتحاد انديزي عندك، ستايلات مختلفة، ديث ماتشز، مباريات الكوميدية مثل اتحاد دي دي تي، الدبي دبليو عندهم 3 عروض، اي اي دبليو داينامايت رامبيج وحين عرض ثالث، صار في تشبع وما تعرف تتابع من. بالنسبة للمجال حتى الآن مستمتع، والفترة هذه ناس ما قلت يعني عندك خيارات قد شعر راسك من اتحادات وعروض مختلفة، لو ما حبيت عرض تقدر تتابع الثاني، نفس أيام الاتيتود يعني القدامى بيقولك لا أيامنا غير وكنا نتابع العرضين على التلفزيون وعندي تلفزيونين. حبي نحن وين عند القنوات هذه؟ وين؟ تقص على راسي أنت لو أنت عايش في أمريكا أوكي يمكن أصدق. أيام حلوة كانت والآن هم جميل. كلمة لفينس مكمان وكلمة لتوني خان. والله توني خان ابتعد حتى هالأسبوع يا شباب، شفتوا؟ قالوا في داينامايت عنده خبر مهم. فينس مكمان أتمنى ما يرجع. نعم لو دورك أن تبيع الشركة وتكون كإداري فوق ما تتحكم بالقصص بتفهم، ما في حد يعرف المجال هذا أكثر من فينس، مع كل احترامي للكل، بس رأي البنت لازم يمسك زمام الأمور. مع أن الفترة الأخيرة يا شباب يعني قسم السيدات تعرفون لا تلومون فينس على كل شيء، قسم السيدات القصة شو رش ماي وأوماس يدخلونه مع أي شخص كان. بتقولي لقب العالمي رومان رينز مع اللقب من متى؟ سامي زين لو ما كان موجود يا شباب، تخيلوا العروض من غير سامي زين خصوصا قبل راس المانيا كان بيكون تعبان وزفت. فأتمنى التعديل للقصص ويجيبون ناس فاهمة في المجال وما يكون عندهم كتاب من هوليوود والأفلام، نعم يفكرون بالمخ. ناس ما أنت اشتغلت في NXT واستمتعنا فيه قبل، اعمل نفس الشيء. بس كل الشكر لك الأستاذ العزيز وخذ راحتك بالإجابات، وتحياتي لك، بالعكس تحياتي لك أنت، شكرا على الدعم المستمر كل الشباب الموجودين. وبنرجع مرة ثانية في الفقرة هذه أكيد بتاريخ 2 ديسمبر يوم الوطني يا شباب، نعم نسمع وعدكم، غير لو وصلت ل10,000 مشترك هني بعمل فيديو ثاني، مع أني ما أعتقد قبل ديسمبر مستحيل. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر، لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما أبدا بينكم 1